يا جماعة كيف كويسين؟ أول حاجة رسالة للشعب السوداني يسمع الكلام ده، ورسالة للناس اللي ما وصل لهم الكلام ده يسمعوه، ورسالة للجنجويت نفسه إنه الكلام اللي قلته جبنا لكم هنا طازج. بارك الله فيكم، تسلموا، الحمد لله، الله يديكم العافية، بارك الله فيكم. يلا يا جماعة، في صور أنا رسلت لكم حقت الأسلحة والأربجيات اللي في الجروب. طيب دقيقة. يا هلا هلا والله، مرحب اخونا حامد، حامد حبابك يا الف يا غالي. شوف دي الحفره يا حبيبي، دي الحفره عديل، الناس يعني تستعد، جميع زول يعني زول بمشي برا بكون جاي من برا خاش الحله، ولا زول عنده كاره، ولا عنده توك توك ماشي داك شغله، يعني بعدي بعرب ولا بعدي بناس قاعدين ولا فريق ولا دامره ولا حله ولا اينما يكون، ده زول جاسوس والله العظيم. الناس تتحقق معايا وانت جاي لشنو بتسوي شنو؟ طبعا ده حرب عديل، حرب جميع زول الشغل من برا يخشش المدينة، ما في المدينة دي اكتمها مرة واحدة يعني برا وجوا، وان شاء الله اكل ذاته ما يخش، وحطب ما يجيبوه من برا، مويه الا يكون معاه من جوا، يعني قال زول عنده بير جوا خليه يشرب من جوا، لكن من الوادي لا. والله العظيم ده حرب، يعني حرب شيء مره واحده هم عملوه، لكن يقع فوقه هم، ومستحيل مستحيل يعني مساليب يكون يعني ينتصروا على العرب، دي حاجه مستحيله، وهم زغاوه ذاته معاهم، زغاوه ده ما يغشوك، زغاوه معاهم عديل، دي كل حاجه واحد يعني يعرفها. واهلنا فور، اهلنا فور طبعا الناس مسالمين، لكن كل بغشوه ما بقعوا في الحفره دي، واذا الجنانه دي حصلت فوق حاجه المناطق بتاع السودان دي كلها بتخرب، خاصة دارفور دي، والله اللي كان زول يكون في المدينة جوا، المدينة جوا تحميك الحكومة، والحكومة ذاتها يمكن ما تحميك، ألا تخش تشاد، تشاد دي الناس دي كلها تخش تشاد، ما في طريقة يعني، إذا الحكومة هناك بتاع تشاد استقبلتهم، واحد قاعد عزيز مكرم في وطنه، سيدي يعني بمشي بحفر له حفرة ويخش فكه هو اللي يندفن فكه هو ذاته، وده الحفرة دي، الحفرة دي إذا زول بتعرف رأس البندق دي يعني ده ستار يعني جاهز، ده ستار جاهز يا حبيبي والله العظيم، ده والله كان يندق يعني أبو شريم يبقوح قلب النصارى كتالة ما قال، إذا بتعرف رأسه ده أخوي يعني خليك جاهز، وهم يدين بعدين الخريف بجي وشنو شنو ده فرق، ده الناس ترتب يعني ترتب وتجهز نفسها، ولا عربية ولا مجنون ولا نصيح. سامعين الليل يا جماعة؟ في نقطة مهمة كده، نقطة مهمة كده نكررها شوية وبعد ذاك نمشي، لأنه في 7 مكالمات صوتية ولسه، وفي مكالمتين صوتيات من كلوب هاوس من أبناء الشمال قالوا دول يرفعوا بندق، لكن مختلفين في رفع بندق. أنا بوريك ترفع بندق كيف، أنا بوريك ترفع سلاح كيف، ونتفق في وجهات النظر في المحل ده. ما احنا اختلفنا كتير، عملنا كامباك ورجعنا واتفقنا في موضوع بتاعت انه البلد محتله، صح؟ طيب في نقطة مهمة جدا هنا في المحلة دي، بس نكررها هنا دي ونمشي قدام. وإذا الجنانة دي حصلت فوق حاجة دقيقة المناطق، والله العظيم ده حرب يعني حرب شيء مرة واحدة هم عملوه، لكن يقع فوق هم، ومستحيل مستحيل يعني مساليب يكون يعني ينتصروا على العرب، دي حاجة مستحيلة، وهم زغاوة ذاته معاهم، زغاوة ده ما يغشوك، زغاوة معاهم عديل، دي كل حاجة واحد يعني يعرفها. وأهلنا فور، أهلنا فور طبعا الناس مسالمين، لكن كل بغشوه ما بقعوا في الحفرة دي، وإذا الجنانة دي حصلت فوق حاجة المناطق بتاع السودان دي كلها بتخرب، خاصة دارفور دي، والله اللي كان زول يكون في المدينة جوا، المدينة جوا تحميك الحكومة، والحكومة ذاتها يمكن ما تحميك، ألا تخش تشاد، تشاد دي الناس دي كلها تخش تشاد، ما في طريقة يعني، إذا الحكومة هناك بتاع تشاد استقبلتهم. طيب نلخص الموضوع ده كده بعجاله، سريع سريع كده، سريع سريع كده. انت عارف شنو يعني توحيد الزرقاء؟ احنا مش كلمناك قلنا لك بندق الدخن ده، الدخن ده لب 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 بندقه. اي زول ما قدر يخد يده معانا ويرسم بالعشره في توحيد الزرقاء، لو دقينا الدخن ده بنخده في البيت احنا بنضريه زمن الحوا ماشي على بيتك. والله كلكم تستحموا وتشربوا زيت كده. تقول لي قال انا ما توحيد الزرقاء، وانا ما توحيد الزرقاء، والله تتركب قسما بالله. اسمع الكلام ده كويس، لخد الخريف يجي، والله والله اسمع الكلام ده، اقسم بالله العظيم
والله يكون أكعب من 2003، ونحن جاهزين ونضرب ضربة من حديد لو ضرب بها جبل اللي صار تراب. يعني شفت كده، تعرفوا المعادلات دي والمفارقات دي، يا طردونا يا طردنا، ها يا طردونا يا طردنا، يا استسلم وقعد في الواضح، يا بلونا عديل دفنونا في ترابنا ده، يا دفننا نحن في ترابنا، هم جونا من برا صح؟ نمشي قدام، انا بوري او اقتل امي، انا امبارح غايب، في ناس دقوا لي تليفون، قفلت تليفوني بيت افتح، قلت يا جماعه خليها اخد لي 10 دقائق كده بس كده كده ريست، اجمع شويه كده ذات وراسي ده بقى يشخر كده جوا كده. طيب لسه لسه انت شفت حاجه تشربوا زيت كده الليله، ارقد عشان ما تموت. يا ناس ابناء الرحل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم واحوالكم كلكم جميعا بنختلف مسمياتكم، من شرق قريه جنوب شمال كل الغوار يا اخواننا، كل الاحباب. وهنا اخونا موسى يا اخواننا، اخونا موسى ده يعني راح عديد، ربنا يا اخي يكون في العون ويصلح الحال ان شاء الله، يكون بخير بس ما عارفين يعني وين زاد. هلا هلا والله، مرحب اخونا حامد، حامد حبابك يا الف يا غالي. شوف دي الحفره يا حبيبي، دي الحفرة عديل، الناس يعني تستعد، جميع زول يعني زول بيمشي برا بيكون جاي من برا خش الحلة، ولا زول عنده كارة ولا عنده توك توك ماشي داك شرخلة، يعني بعدي بعرب ولا بعدي بناس قاعدين ولا فريق ولا دامرة ولا حلة ولا أينما يكون، ده زول جاسوس. يا مرحب شباب، كيف الأحوال الصح والأمور إن شاء الله تمامين، الله يسلمكم بارك الله فيك الحمد لله. يا أخو موسى دي الحفرة ذات الحفروها هناك في الجنينة، لا حول الله، شوف الناس دي يا جماعة حفروا الوطا كيف، دي الحفرة ماشي طويلة ماشي لها كم كيلو ذاتها، ماشي لها بالطول كده ماشي بعيد يعني، وتحت العمق ذاتها عميقة يعني ممكن في 3 متر، وفي الأرض ما هناك زول ما يقدر نطها، تنخش فيها ذاتها طلع أنا صعب دي، والله ده مع عسكر ولا دي هناي طرق هنا بس سكر زايدة، ولاية سكر زايدة والله، دي زي ما قلت كأنما ناس مثلا في حرب ركزوا فيها، دي مرات تبقى ساتر عجيب ذاته والله، انه بعدين هم ذاتهم هناهم كعب، وزي ما قلت والله مفترض العرب اللي قاعدين هناك الطرق كل الطرق الرئيسية سكروا لهم شغل وخش لهم، ما في المادة الغذائية دي بزمانهم كلها من شرق لغرب لجنوب لكل جهات يعني، وقفوها منهم وشوفوه، الله يربك ويكون في العون بس، لكن دنيات سيئة هم ما بيقدروا يسووا شيء، الناس دي بيصفوا كده وبتفشل. أي والله، وزي ما قلت هم الناس دي أصغاوا كل معاهم، والقبائل هذول كثير معاهم، الناس دي القبائل الرطانة دي بالنسبة لأصغاوا دي دعمهم دعم عديل كده، أي واقفين معاهم، وانت تقول لهم سببوا بس وإحنا معاكم، لكن والله ربك ويكون في العون بس، وما بيقدروا يسووا شيء. وثانيا يا ناس كلكم يا اخوانا جميعا، كل ابناء الرحل بما اختلف مسمياتكم بما اختلف جروباتكم، كل في التواصل الاجتماعي، شايفين قبل كده اهلنا مسألة في الجنينة، ولا اهلنا كلهم اهلنا في الحركات، وكيت عملوا سلام في جوبا، يعني احنا جو قلنا سوداننا بتتقدم ووطننا بيكون عزيز مكرر، لكن الناس جوا وضعهم بيجوا يعني بيجي وضع تاني، يعني كل يوم كتيل وكل يوم امور فارغه مجدده. وتانيا هني كان وصلتنا رساله والله، وصلنا خبر الناس حفر الجنينه داير ما يدور، الله الطريق بتاع الحكومه ولا الطريق رئيسي الخاتين فوق الحكومه ما في، ده ما حفرين وما في زول بقدر بخش بيه، لكن باقي المناطق دي كلها حفرات وحفراش، يعني يقتلوا العرب جوا في الجنينة ولا جوا في المدينة، والوطن ده حقنا كلنا جميعا بشلنا، لكن ما زي ده والله. الناس في الجنينة ولا ضواحي الجنينة كل زول يكون حريص جدا جدا، أهم حاجة ما تعتدوا على زول، والزول اللي اعتدى عليكم شد حيلكم دافع من نفسكم. والطريق الطرق بتاع الحكومه اللي بيقولوا يعني زول بخش بين، يعني هم بخش بين ولا الحكومه بتخش بين،
يا اخوانا جميع زول جاي من برا عارفين زول جاي من برا خش الجنينه ما تخليه يخش، جميع نصيبه حقه جاي بقى خش بقى جوه هنا عشان يودي خبر ولا يودي تمويل للجنينه ما تخليه يخش. حاجه كل حاجه شولا منها. طبعا هم حفراء بذات نفسهم، وجميع زول يعني لقيته طالع من الجنينه ما يطلع، قال لي كان عربي زرقايدك ما يطلع رسمي. نقطة مهمة جدا.